ونختار الدب الذهبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد مع ردد اونلاين. وبالمقطع هذا شريت خيل الفوكس، كان عليه عرض من 45 ذهب وصار ب 31، وللعلم العرض خلص والحين الخصومات على خيول التركمان. وقبل ما نبدا لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه، ويلا نبدا. الحين بروح المخيم لان في واحد تابعني باليوتيوب، صراحه صار له ممكن اسبوع او اكثر كل ما انزل مقطع يقول لي البس الدب الذهبي، وانا ما اسحب، انا انسى، والله انسى انسى انسى، بس قلت له ان شاء الله المقطع الجاي لازم اني البس الدب الذهبي، وهو اسمه اتوقع خالد جوست. الحين بلبس الدب الذهبي علشان خالد، لانه والله صار له فتره ممكن اسبوع او اكثر قاعد يقول لي الدب الدب، انا ما يعني ما اسحب انسى، بس ليش ما اقدر؟ ممكن لازم اني اشيل الاوتفيت اول شيء، نو اوتفيت، وارجع ونختار الدب الذهبي. واخيرا يا خالد هذا هو الدب الذهبي. الحين بروح وين؟ الحين بشتري لي اغلى خيل موجود في اللعبة، وهو خيل الفوكس. خيل الفوكس اللي كأنه بقرة، طيحت حظه صح، كأنه بقرة، بس هذا لونه يعني. الحين قربت للاسطبل، طبعا لازم تطرد الخيل علشان ما يقلش معاك الاسطبل ويجبرك انك تطلع من اللعبة. طبعا انا تسريحة الخيول عندي كلهم واحدة، الشعر والذيل. روح تحت 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 مالتي، هذا هو حلو. بس خلو نشوف التركمان يا جماعة، التركمان هذول اتوقع يصلحون حق الريس، سباقات الريس، الخيول حق دعم ما دعم صراحة قوية. هذا ب40، بس هذا عندي الاسود مستحيل، هذا قوي صراحة، هذا لونه حيل قوي، ان شاء الله المشروع الجاي راح يكون هذا باذن الله. عموما خلنا نرجع للفوكس ونروح للبقري هذا ونقول بسم الله توكل على الله، وراح اسميه كاو لان لونه نفس لون البقرة، فلازم نسميه كاو. موافق، يلا سريع 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 سريع، جيب السادل، ركب عليه اقوى سادل، جيب هذا. بس ما ادري راح يكون على اي خيل، كان يعني كان على العربي ولا شنو ما ادري. عموما نرجع ونضبطه، لازم اسوي لي تسريحتي المعروفه، تسريحتي المعروفه ام الذهب هذه هي، لونها اسود حلو لان هو لونه ابيض اساسا، فاللي يعرف اني انا خيولي كلها بالتسريحه هذه حتى الذيل. حلو، اتوقع خلاص ما يحتاج له شيء. يلا تطلع الميدان ندربك، نليفك شوي، نرفع لك الليفل. لا يا الوحش، الوحش ما اتفقت انك تطلع معاي انا، خلاص يعني الوحش يعني. يلا اهلك اهلك اهلك، يلا خلنا نطلب الحين، نطلب كاو، تعال يا كاو. كاو خليته مكان شاكيرا، اوه مكان براون، اوكي يعني خيل الباونتي الحين ما اقدر اناديه لانه ما في سادل. يلا ماركوس دقايق بس خليه يجي خيلي، خليني اسوي عصابة ادخل ماركوس معاي. ايه تعال يبقى ليفل واحد، حياك 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 حياك
حي 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 البقرة، حي البقرة. يعني تعرفون ما يسوي حركة الخيل هذه. اوف 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 اوف. حي الله كاو. يلا خلينا نشوف لنا الحين اثنين وناخذ لنا نحاول نلعب لنا اي مهمة اذا في. طبعا والله قوي الخيل، شوف ليفل واحد ولحد الحين ما تعب. خلنا ناخذ المهمة الصفراء هذه. تعال يمين تعال يمين اختصار. المهام الرئيسية ستارت 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 ميشن، ان شاء الله تكون حلوه. They're gonna hang young Tom Davies. Your friend the marshal. Hang him for being your friend and doing good in a bad world. اوكي اثنين احنا نايس. Boys gonna teach goodness a lesson. Teach law a lesson. Tell order it don't exist no more in this chaos of a world. They got him in Tumbleweed. And they're gonna lynch him, or they're gonna lure you in there and lynch all you. Guess you'll have to figure that out. تخيل لو لعبوا مترجمة راح يكون شيء خرافي، عشان نكون عارفين شو نبي بالضبط. Come on, let's go. جاني الخيل العربي الأبيض لأن حق مهام الأسود. يلا خلنا نلحق وراه. No judge or jury, just an executioner. He crossed the line. Now Alfredo's men, they're crossing it too. When good folks break the rules, well, they should know that bad folks are just old man Jonas. Now the executioner is himself condemned. I only hope this bunch waits طيب طريقه بالشباب. Did carry out the deed, but he might already be done for when we arrive. Sure, we'll save him. Can, but if we can't, well, either we'll join him or we will. You gotta help! The whole town's overrun. Bandits have the marshal and the sheriff too. They're gonna hang him. مو فاضي مو فاضي عندنا شغل. The sheriff too. Sounds like we're here in time at least. Come on. Here we are. Get ready for a fight, folks. They're out for blood. The marshals and ours too, I'm sure. Listen here. These two men are killers. The worst kind of killers. The kind that hide behind the law. So today, Marshal Davies and Sheriff Freeman are going to get what's coming. Do it. If I could do it, I'd kill him again. Do it. Tom! والله اعدموه تصدقون؟ روح اشتفرهم. اوف اوف اوف. لا 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 ويت ويت ويت. خل نروح نساعده. ممكن في وقت محدد. لا اوف اطلع 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 اطلع. شفت شفت ليش خلي ليش خلي ليش خلينا نروح خلينا نحاول اساعده ولا ما يصير؟ ما عندي اساعده صح؟ ما عندي الحين. اوكي باقي اخر واحد بس هذا هو. ثانك يو ثانك يو. I wasn't looking forward to getting hung on my own gallows, so thanks. قريبة ليش ما مات؟ عنده سم أرواح. والله افتحوا عليه الحبل. We have to go. There's a wagon over here. Sheriff Freeman, old man Jones, get in. Sheriff Freeman.
الحين لازم نحمي العربة. لا 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 لازم يركبون العربة كلهم. يلا لعبها لعبها قبل بس والله ناسي ناسي يلعبهم كل قبل 3 سنين. ممكن الحين يهجمون علينا بعد. في قدام بعد ها؟ خيلي 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 جوعان خيلي جوعان. سرع 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 وكله. خلاص خلاص. تعال وين تعال. يلا يلا شوف شوف ايش كثرهم الحين. يلا نلعبكم فيها يلا. ها ها ليش ما يموت؟ عند العربة عند العربة. انت روح للعربة انا امسك اللي ورا هذا. والله ايش كثرهم يجونك من يسار ومن ايش كثرهم. اوه دعمت والله شدوا جماعه. باقي اخر واحد حلو. ليش نزلوا؟ يلا يلا اوكي يلا 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 هذا الجو ها. ابي ديد اي حلو. مو مسوي ريلود ايش في هذا ناسيني. اي انا معاهم تعال. فهي طلع شفت شلون؟ مارني ولا سوى لي شيء. الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة. I wasn't sure about you, Mr. Jones. You wouldn't save my neck. Well, I ain't gonna make a habit of it. All of you, thank you. I mean it, thank you. Welcome. عطنا فلوس، عطنا فلوس. Thank you. I don't like requiring help, but this time I did. المارشال معروف كريم. All of you.
Thank you. Ain't that fine? I was thinking we should leave before Montez's ghost decides to pay us any further visits. So you are a good fellow, Mr. Jones. Me? No, never. I just like watching what other folks is, that's all. There's a word for fellows like you. Wise? Is that the word? Come, Marshal. Help me get home. Been quite enough excitement for a clapped-out old fool, well past his best, for one day! Friends, I'll see you again, I hope. But next time, under better circumstances, I trust... توقع كم يعطينا خنشوف. يعطينا 100 ممكن؟ خنشوف كم يعطيني بس. ما بين قلت الفلوس عموما اعطانا ذهب اعطانا فلوس بس ما بينوا كم. حلو تمام خلنا نرجع هني. اكون وصلت نهاية المقطع، شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمة والسلام عليكم.